سيادنا السلام عليكم، عواشركم مبروك، عيد مبارك سعيد على كل المسلمين وكل المغاربه داخل وخارج ارض الوطن. ثاني عيد لينا في تركيا ان شاء الله. كما كتشوفوا الاجواء ديال العيد هذا صباح العيد، حنا دابا متجهين باتجاه الاضحيه من بعد صلاه العيد. فطرنا فطور خفيف وغادي نمشيو باش نذبحوا ان شاء الله الخروف ديالنا، وبقاو معنا في هذا الفلوق زوين بزاف. غنقربكم من الاجواء ديال عيد المبارك سعيد في تركيا والطريقه باش كيذبحوا الاتراك الى اخره. بقاو معنا حتى النهايه ديال الفيديو. كما كتشوفوا الشارع كله خاوي، كلشي ساد، كلشي مرهي مع الذبيحه ديالو. ايوا الله يجعلو عيد مبارك سعيد علينا وعليكم كاملين وكاع الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو هذا. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد على قناه مغربي في اسطنبول. بقاو معنا باش نشوفوا هذا الفلوق ديال عيد الاضحى المبارك 2021 باسطنبول. تحياتي. صباح العيد، ما بقينا ما نقولوا مبارك سعيد الا هاد العريسات اللي من مورايا هنا هما اللي معيدين معنا في تركيا. انا بحال الجنون دونك كما كتشوفوا الشارع خاوي، غير هاد العريسات هادو نقول لهم عيد مبارك سعيد، حتى هما كيقولوا لكم عيد مبارك سعيد المغاربه كاملين. قال لك القطوط ما كيدوروش نهار العيد، ها هما ها القطوط ديال تركيا ها هما. قال لك القطوط ما كيبانوش نهار العيد الكبير، ها هما القطوط. عواشركم مبروك ايتها القطط الاليفه، ها انتم كتشوفوا. قال لك القطوط ما كاينينش نهار العيد، ها هما سيدي. ها شكون هذا اللي قال لك القطوط ما تيبانوش نهار العيد؟ ها ولا هادو مغاربه واقيلا حتى الغدا غادي يغبروا، حيت حنا معيدين اليوم وانتم غدا. الصراحه العيد بعيد على العائله والاهل والاحباب، يعني كيبقى كيفتقد ديك اللمسه المغربيه، ولكن حنا غادي نحاولوا ان شاء الله مع الاصدقاء ديالنا لي زامي ديالنا ندوزوا عيد زوين ان شاء الله. وكنبغي نبدل التحيه للاهل ديالي والعائله ديالي والاصدقاء ولي زامي في المغرب كاملين من ربوع المملكه كلها من طنجه حتى للكويره. كنقول لهم عيد مبارك سعيد. واللي هي بعيد على الاحباب كيفوت العيد، غريب وبراني ما يلقي الامان، يحسنوا عوني انا راني في غربة انا، غريب وبراني يا وحدي ما لقيت الامان، رماني لقداري بالليل مازال جون ما نعرف والو، في يدي باريزة ونقول ما فهمت في تركيا والو، ولا جولي زرغالية على تولي في العالية، كان الرحمة هنا يا ما فوت العيد، كان الرحمة هنا يا ما فوت العيد. بقاو معنا كملوا الاجواء ديال عيد الاضحى المبارك ان شاء الله. بقاو معنا كما كتشوفوا، هذا هو المبروك ديالنا ان شاء الله مع لي زامي، عيد كبير ان شاء الله. ايوا هادشي اللي كتب الله علينا، نعيدوا في غربه مع خوتنا وصحابنا وحبابنا، وهذا مبروك ان شاء الله غيعيد معنا. نتمنىكم عواشر مبروكه ان شاء الله، وتحيه. وما تنساوش ديروا ابوني وبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يوصل لا فامي والحباب والاصدقاء. تبارك الله عليكم. خونو الماء على رجل واحد محمد. تبارك الله عليك بزاف، تبارك الله. بولي بولي تخرج معنا في اليوتيوب. بولي ها اش كتقول للمغاربه؟ هذاك المصران شحال تكون فيه من كيلومتر؟ هذاك شحال تكون فيه من كيلومتر؟ من هادشي صالوني. اش كاع كتجر ما بغيت تسالك هذاك المصران؟ ما شاء الله عليك ولادي الزار. بولي عواشركم مبروك اسيدي. شنو الجزار ديالنا؟ اش فيها الجزار؟ هاد المصران غيكون من هنا الجديدة واقيلا، ياك من هنا الجديدة بولي؟ ان شاء الله. ها؟ ان شاء الله. واش راك دير دروك تجبدلو مصارنو ولا؟ هذا باش نديرو كرداس. هذا حلفتي تجبدلو مصارنو ياك؟ ضروري ضروري. هذيك هي فاش كتحلف شي واحد كتقول والله تنجبد لك مصارنك ياك؟ ما شاء الله تبارك الله. شوفوا تبارك الله الضحية كي دايرة، الشحومات عطا الله الخير الحمد لله. احنا سيدي كنشوطو الراس الطريقة المغربية، أما كاين عشوط الكرعين د العجل، عطاهم لنا الأتراك هادو ما بغاهوش. شافو السين يلاه زيدو، أنا الزايدة زايدة زايدة بومية. يلاه زيد 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 ريح أخويا ريح. يلاه شكون عنده الشوية رقم خمسة؟ رقم خمسة
يلا خويا انا شوف شوف القوس عيشة وجدي لاصوص كاس الشافوي سيجارة زايدة ب 100 زايدة ب 100 يلا يلا باقي الكار اخويا باقي ما يكمل زيد زيد راه زيد 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 اخويا راه زيد اخويا راه زيد وجد خبزة محمد راه شي كبير دير زيد الطوبات السكر من هنا واحد بلا شيبه بس 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 واحد بلا شيبه بس بس صافي بساس سفيني اذا سيداتي سادتي وصلنا لنهايه ديال لا فيديو كنبغي نبلغ التحيه ديالي والسلام ديالي للعائله ديالي لا فامي با مسعود في المغرب كامل وخارج ارض الوطن الاخ ديالي علي في بروكسل الاخ حسن في فرنسا والاخ ديالي مراد في فرنسا كذلك والاخ عبد الرزاق في الميريا اسبانيا الاربعه ديال الاخوه ديالي اللي في المهجر كذلك كنبغي نبلغ يعني تهنئات عيد المبارك سعيد للجميع العائله والاسره كامله وساكنات مدينه قلميمه بالخصوص المدينه ديالي وسكان من حير الجديد سكان منطقه الرشيديه سكان مكناس تافيلات المغرب كامل منطقه حتى الكويره كنبغي نقول لكم عيد مبارك سعيد عيد مبارك سعيد لي فان ديالي للناس المتتبعين ديالي الاوفياء على القناه ديال اليوتيوب سواء اللي ابونين او اللي كيشوفوا الفيديو اول مره وكندعوكم بهذا المناسبه باش انكم ديروا ابوني عندي فلاشين صراحه تنبغيكم بزاف وتوحشكم بزاف وكنبغي نبارك لكم كما قلت نجدد التهنئه بمناسبه عيد الاضحى المجيد والتهنئه ايضا لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله والتهنئه ايضا للاخوه هنا في جمعيه اليد في اليد الاخوه اللي كيشتغلوا معايا في جمعيه اليد في اليد باسطنبول الاخت خديجه سليمان رئيسه جمعيه اليد في اليد الاخت امينه جرود النائبه العامه الاخت فاطمه مستشاره الاخ مصطفى الاخ ديالي اللي معنا في الجمعيه هو مستشار جمعيه اليد في اليد والامين العام للصندوق ديال الجمعيه كذلك الاخوه كاع اللي معنا في جمعيه اليد في اليد الاخ بدر والاخوه كاملين الاخت سكينه الاخت ماريا الاخوه كلكم الاخ اسماعيل كلكم كنبلغ لكم التهنئه بمناسبه عيد الاضحى المجيد تهنئه ايضا لكل الفعاليات اللي كتشتغل في العمل الخيري والجمعوي هنا باسطنبول وبالمغرب وبالعالم كامل كذلك تحيه للسيد القنصل العام محمد افريقي اللي صراحه كيتعاون دائما مع جمعيه يد في اليد وقت ما طرقت الباب المساعده او توجيه او ارشادات او الى اخره فكنشكروا جميع الفعاليات هذه الشكر ايضا والتهنئه للشخصيه مميزه هنا باسطنبول الاخت زهره جامع كنبلغ لها احر التهاني فاعله دبلوماسيه هنا باسطنبول والتحيه لكم الاخوان ديالي لي فان بالاخص لي فان الناس المتتبعين ديال القناه كنبغيكم بزاف وبفضلكم هذه القناه غتستمر ان شاء الله وبفضل التشجيعات ديالكم بفضل لي زابوني ديالكم بفضل لي لايك ديالكم بفضل التعليقات ديالكم حنا كنستمروا ان شاء الله تحياتي وعيد مبارك سعيد الى اللقاء كان معكم ميمون فلوغ من قناه مغربي في اسطنبول تحياتي الى اللقاء Here we go.